بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في البدايه احب ان انا اهنئكم جميعا بصوم السيده العذراء، وايضا بشكر نيافه الحبر الجليل الانبا دوماديوس اسقف مدينه 6 اكتوبر وكل تخومها على الدعوه الكريمه اللي اعطاهاني ان انا اكون موجود معاكم في هذه النهضة المباركة، وكلنا ناخد بركة أمنا العذراء. موضوعنا النهاردة عن العذراء في اللاهوت الطقسي. العذراء في اللاهوت الطقسي، كلمة اللاهوت معناه هو علم معرفة الله، علم معرفة الله. ومعرفة الله هي إعلان الله لذاته. يعني المعرفة دي ما بتجيش عن طريق دراسات وأبحاث واستنتاجات واستنباطات، لكن ما يعلن الله لنا هو ده بنعرف ربنا. زي مثلا لما قال من يقول الناس عن ابن الإنسان من هو، وبطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، فقال له دما ولحما لم يعلن لك هذا ولكن أبي الذي في السماوات. فمعرفة الله هي إعلان إلهي. لما نقول اللاهوت الطقسي، كلمة الطقس هو النظام اللي بنستخدمه في العبادة وفي لوتورجيات الكنيسة. فيبقى اللاهوت الطقسي هو علم معرفة الله من خلال النظام المتبع في لتورجيات الكنيسة. يعني الله ماذا يعلن لنا الله من خلال صلوات الكنيسة ومن خلال لتورجياتها والنظام المتبع في هذه الصلوات. لما نيجي نتكلم على السيدة العذراء في اللاهوت الطقسي، يبقى معنى الكلام ده عايزين نعرف مكانة السيدة العذراء في طقوس الكنيسة، وأيضا ماذا يعلن لنا الله من خلال وضع السيدة العذراء في هذه الطقوس وهذه اللوتورجيات وهذه الصلوات. يبقى بنعمة ربنا هنتكلم النهاردة على الإعلان الإلهي لنا من خلال وضع ومكانة السيدة العذراء في طقوس الكنيسة ولتورجيتها وعبادتها. بخصوص السيدة العذراء في طقوس الكنيسة ولتورجيتها في ثلاث حاجات. الحاجة الأولى إن احنا بنمجد السيدة العذراء ونطوبها ونعظمها. الحاجة الثانية إن احنا بنتأمل من خلالها في سر التجسد، لأن هي والدة الإله. فمن خلال الرموز الكتيرة والنبوات الكتيرة بنتأمل من خلال أمنا العذراء في سر التجسد. والحاجة الثالثة إن بنطلب شفاعتها وصلواتها عننا. يبقى هتلاقوا في كل الليتورجيات أو في كل الصلوات الثلاث عناصر دولت موجودين: تطويب وتمجيد العذراء، التأمل في سر التجسد، طلب شفاعتها وصلواتها. كمثال مثلا سريع أدهلكم، هتلاقوا في صلاة باكر، انتوا عارفين القطعة الثالثة في كل صلوات الأجبية هي للسيدة العذراء. أي صلاة من صلوات الأجبية القطعة الثالثة هي مخصصة للسيدة العذراء. فمثلا لو هنمر يعني مرور سريع على القطعة الثالثة في صلاة باكر، هنلاقي التلات عناصر دولت موجودين. فبنقول مثلا أنت هي أم النور المكرمة، ده هنا تأمل في سر التجسد. الله هو النور الحقيقي، ولأن النور أشرق لينا من مريم علشان كده بنسمي مريم أم النور. في ثيوتوكية يوم الاثنين نقول أشرق جسديا من العذراء، أشرق جسديا من العذراء، فهي النور، النور أشرق منها، تجسد منها.
علشان كده يبقى ده تأمل في سر التجسد. ونقول المكرمة، يبقى ده تطويب للعذراء، ده العنصر الثاني. ونؤكد على هذا التطويب، نقول من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات. يعني الجميع، كل الناس في العالم يقدمون تمجيدات للسيدة العذراء. وبعدين نرجع تاني نتأمل في والدة الإله، في العذراء مريم، سر التجسد، نقول يا والدة الإله السماء الثانية. الله مكانه في السماء، فلما ربنا تجسد من العذراء وحلف أحشائها صارت العذراء سماء ثانية. وكما تشرق الشمس من السماء هكذا أشرق النور الحقيقي المسيح إلهنا جسديا من العذراء، عشان كده هي أم النور. وبعدين نيجي نقول لها أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة. يعني إيه الزهرة النيرة غير المتغيرة؟ هنا برضو تتأمل في سر التجسد وتطويب للعذراء. أي زهرة بتذبل بعد فترة، إنما العذراء هي زهرة لم تذبل أبدا، فهي زهرة نيرة، زهرة نيرة مليانة بالنور وهي متفتحة على طول. وغير المتغيرة ده رمز إلى دوام بتولية العذراء. فالعذراء هي بتول قبل وفي أثناء وبعد ولادة الطفل يسوع، فلم تتغير بتولية العذراء مع ولادتها للرب يسوع، فهي زهرة نيرة غير المتغيرة. عشان كده نكمل ونقول والأم الباقية عذراء. حاجة عجيبة قوي، إزاي تبقى أم وعذراء؟ لكن هي الأم لأنها أم الله الكلمة وما زالت عذراء. وزي ما بتقول في مداح كيهك إن حسب التقليد إن سلومة ولدت العذراء، ونقول سلومة شهدت بدوام بتولية العذراء حتى أثناء الميلاد لم يحل بتوليتها. وده طبعا يمشي مع نبوة حزقيال إن رأى باب في المشرق مغلق لم يدخله إنسان، ولكن الرب دخل وخرج منه وصار مغلقا كحال. وبعدين نكمل في تمجيد العذراء ونقول لها الآب اختارك والروح القدس ظللك والابن تنازل وتجسد منك. ويبقى هنا احنا بنؤكد حاجة، ان قداسة العذراء سابقة لاختيار الله لها. يعني ربنا اختارها من اجل قداستها، ربنا اختارها من اجل قداستها. زي ما بنقول تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك أرسل وحيده أتى وتجسد منك، في ثأوتوكية يوم الأربع. فالآب اختارك والروح القدس ظللك والابن تنازل وتجسد منك. فلما بنقف قصاد هذا السر العظيم، سر التجسد، ونمجد أمنا العذراء، نقول يبقى إذن دي فرصة نحن نطلب شفاعتها وصلواتها من أجلنا. فنقول لها اسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه. أي نعم الخلاص تم على الصليب، ولكن لما نقول اسألي أن يعطي الخلاص للعالم، فنحن نصلي أن الله يطيل أناته على العالم حتى يقبل كل إنسان في هذا العالم الخلاص الممنوح على خشبة الصليب. فبنطلب من العذراء إنها تصلي وتتشفع عن كل العالم حتى يطيل الله أناته على العالم، وأيضا يحرك قلوب العالم لقبول هذا الخلاص. أيضا نصلي ونطلب شفاعة العذراء أن ينجي العالم من التجارب وأن ينجيه من التجارب. وكل أيام بنمر بتجارب، تجارب أمراض وتجارب مؤامرات، تجارب كتيرة بنمر بيها، بنطلب شفاعة العذراء. هذا التأمل في كرامة العذراء وقداستها وطهارتها، والتأمل في سر التجسد أيضا وطلب شفاعة العذراء، يخلي يفتح لساننا بالتسبيح. عشان كده نختم القطعة دي ونسبحه تسبيحا جديدا. ليه تسبيحا جديدا؟ لأن كل يوم لما أنا بتأمل
في سر التجسد، أتأمل في كرامة العذراء وأطلب شفاعتها، لساني سينطق بتسبيح جديد وتمجيد جديد، فصلواتنا ما تبقاش مكررة ومعادة، حتى لو قلنا نفس الكلمات ولكن تقال بروح جديدة وبغيرة جديدة. ونباركه الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. ويبقى كده ينفتح لساننا بتسبيح الله ومباركته الآن وكل أوان وإلى الأبد. ده مثال على إزاي أن التلات عناصر دولت اتغطوا في القطعة التالتة في صلاة باكر: تمجيد العذراء وتطويبها، طلب شفاعتها، وأيضا التأمل في سر التجسد الإلهي. عشان كده لما هنتكلم على العذراء في اللاهوت الطقسي، أنا عايز أتكلم على ثلاث نقط بنوع من التفصيل. هتكلم الأول على تطويب العذراء في طقوس الكنيسة، وهي هتكلم على التأمل في سر التجسد في طقوس الكنيسة، وهي هتكلم على طلب شفاعة العذراء في طقوس الكنيسة. نبتدي أول نقطة بتطويب العذراء، تطويب العذراء أو مدحها. أحد أباء الكنيسة كان بيتكلم على القديس أثناسيوس الرسولي وقال: من يمدح أثناسيوس فإنه يمدح الفضيلة ذاتها. يبقى احنا لما بنمدح العذراء نحن نمدح الفضيلة، نمدح الطهارة، نمدح النقاوة، نمدح القداسة، نمدح الاتضاع، بنمدح كل هذه الفضائل اللي موجودة في شخص من العذراء. في يشوع بن صراخ يحثنا على ان احنا نمدح القديسين، يقول كده: ولنمدح الرجال النجباء أباؤنا الذين علمونا، ولنمدح الرجال النجباء أباءنا الذين علمونا. يبقى إذن دي وصية كتابية ان احنا نمدح القديسين ونطوبهم. العذراء مريم نفسها قالت: هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، وقالت الكلام ده بإرشاد الروح القدس. فكل الأجيال في كل العصور وفي كل مكان نطوب العذراء. في سفر النشيد يتكلم عن العذراء ويقول: نساء كثيرات نلنا كرامات، أما أنت ففقت عليهن جميعا. وده يبين مكانة العذراء وأنها تستحق كل كرامة وكل تطويب. إن كان الملاك غبريال لما ظهر لها قال لها: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. عشان كده في طقس الكنيسة في ألحانها نقول لها إيه لما نيجي نطوب العذراء؟ نقول لها: نعطيك السلام مع غبريال الملاك قائلين: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. يعني إن كان رئيس الملاك غبريال مدحها إحنا ما نمدحهاش، وده اللي بنقوله في شهر الكهف وأيضا في بعض الثأطوكيات اللي هي تنتنم بشريتس موسن وغبريل بأنجيلوس، نعطيك السلام. أيضا مين مدح العذراء؟ أليصابات. وأليصابات لما مدحت العذراء يقول الكتاب: فامتلأت أليصابات من الروح القدس وقالت. يعني كلام أليصابات ده كان كلام الروح القدس على فم أليصابات، مش كلام أليصابات كشخص، ولكن الروح القدس نطق على فمها وقالت لها: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، من أين لي أن تأتي أم ربي إلي؟ علشان كده برضو في الألحان بتاعت الكنيسة نقول لها اللي هو تينتشيسي إمه نم أليصافيت سنجانيس: نعظمك مع أليصابات نسيبات القائلين، مباركة أنت في النساء ومبارك هي ثمرة بطنك. فالعذراء مستحقة كل تطويب وكل مديح، لأن أيضا مجدها من الداخل. يقول: كل مجد ابنة الملكة من الداخل.
يعني مجد العذراء مش راجع إلى نسبها أو إلى انتمائها أو إلى غناها، لكن إلى الفضائل المتعددة والمتنوعة التي العذراء تزينت بها. العذراء تزينت بالروحانية، بالتقوى، بالطهارة، بنقاوة القلب، بالسيرة، بالإيمان القوي. كفاية إن إليصابات قالت لها طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. إليصابات وقفت قصاد العذراء وشعرت إن العذراء دي إيمانها قوي، شعرت إنها إنسانة روحانية مليانة بالطهارة والنقاوة، عشان كده قالت من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي. أيضا السيد المسيح مدح العذراء، ففي طفولته خضع للسيدة العذراء. قديس لوقا يقول كان خاضعا لهما ليوسف والعذراء. هذا الخضوع ده نوع من أنواع التطويب والتمجيد للسيدة العذراء. في معجزة قانا الجليل، عرس قانا الجليل، لم يكن في تدبير المسيح أن يبدأ المعجزات بعد، ولكن لما جت العذراء والعذراء كل اللي قالته كلمة واحدة قالت له ليس لهم خمر، ما قالتلوش أكتر من كده. هذه الكلمة كان لها القوة والدلة عند السيد المسيح، ما قدرش يكسف العذراء برغم أن لم تأتي ساعتي بعد، إنما صنع هذه المعجزة إكراما للعذراء. وبعض الناس بيعلقوا على كلمة مالي ولك يا امرأة. هو الحقيقة يمكن اللغة مش قادرة تحمل كلمات السيد المسيح، لكن عارف زي ما يكون في صديق وانت تعزه جدا ويجي يطلب منك طلب وانت بقى ما قدرتش تكسفه، فبتقول له كده بدلة، وبعدين تقول له طيب وبعدين فيك. ده كلمة بتتقال بدلة، بمعنى ان انا بالرغم ان وقتي لم يأتي بعد عشان اعمل معجزات، ولكن عشان خاطرك، او عشان المسيح بيقول العذراء، ولكن عشان خاطرك هعمل المعجزة دي. والعذراء رأت في عيني المسيح قبول طلبتها، علشان كده راحت immediately وقالت للخدام كل ما يقوله لكم افعلوه. كانت واثقة ان السيد المسيح مش هيكسفها وهينفذ اللي هي طلبته. مرة السيد المسيح كان بيوعظ، فامرأة من الجموع انبهرت بتعليم المسيح فقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللتين رضعتهما. بعد كده السيد المسيح قال بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله. بعض الناس بيقولوا المسيح رفض تطويب العذراء. الحقيقة ده غلط. ده المسيح عايز يقول لهم ايه؟ يقول البطن اللي حملتني والثديين اللذين رضعتهما، ايه السبب ان الاب اختار العذراء؟ تطلع الاب من السماء فلم يجد من يشبهك. ايه السبب؟ لان العذراء سمعت وحفظت وعاشت وطبقت وصية ربنا. فهنا عايز السيد المسيح يلفت نظر الناس ليه العذراء استحقت الكرامة دي. استحقت الكرامة دي لانها كانت بتسمع كلام ربنا وتطبق كلام ربنا. يعني كلمة المسيح دي هو تأكيد لمديح العذراء وليس رفض لمديحها كما يقول البعض. ويكفي أن أول معجزة صنعها السيد المسيح كان علشان خاطر الست العذراء. ده في حد ذاته أول معجزة، أقصد في بداية خدمته، يعني في بداية خدمته الجهارية. ده في ذات حاده في حد ذاته مديح لأمنا العذراء. عشان كده الكنيسة في طلبات كتيرة
نقول نعظمك، زي مثلا مقدمة قانون الإيمان، نعظمك يا أم النور الحقيقي. وكتير نقول نعظمك مع إليصابات، نقول السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا. وكلمة نعظمك أو نسبحك معناها نغني بمدحك، فنحن نغني بمديح أمنا العذراء. طبعا احنا لو عدينا على كل ما كتب في طقوس الكنيسة عن مديح العذراء لا يكفينا ساعات نتكلم أو أيام نتكلم على كيف الكنيسة تطوب العذراء وتمدحها. ده كفاية كل يوم في حاجة اسمها في أوتوكية، يعني تأمل في سر التجسد وأيضا في تطويب للسيدة العذراء. نرجع للنقطة الثانية، زي ما قلت لكم ان العذراء في اللاهوت الكنسي يا إما أول حاجة بنطوبها، تاني حاجة ان التأمل في التجسد، سر التجسد الإلهي من خلال أمنا العذراء. فالعذراء في كتير من صلوات الكنيسة وليتورجياتها نقول ان هي والدة الإله، زي ما أشعياء تنبأ، وأيضا قديس متى في إنجيله اقتبس النبوة ديا، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فالعذراء بالحقيقة هي والدة الإله، وأكد مجمع أفسس على هذه العقيدة. والحقيقة إنها تبقى أم وبقية عذراء، وأن الولادة لم تحل بدليتها، ده في حد ذاته إثبات للاهوت المسيح، لأن المسيح الذي خرج من بطن العذراء دون أن يحل بتوليتها هو المسيح نفسه الذي قام من القبر والحجر موضوع على القبر، هو المسيح نفسه الذي دخل من الأبواب المغلقة يوم القيامة. فالميلاد البتولي إن المسيح بولادته من العذراء لم يحل بتوليتها، وما زال العذراء بتوليتها مختومة زي ما بنقول في اسم عيد الميلاد، فده أيضا إثبات للاهوت السيد المسيح. في مجمع القداس نقول التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة فهي والدة الإله. أيضا ليه الله الآب اختار العذراء؟ لما نتأمل في سر التجسد نقول لأن هي العذراء بلا دنس. في جملة نستخدمها كده في صلواتنا نقول إن أت صليب، إن أت صليب، صليب اللي هو عيب أو دنس. فإن أت صليب يعني التي هي بلا دنس، فهي امرأة فاضلة، امرأة طاهرة، امرأة نقية. ده طبعا غير الخطية الأصلية التي ولدت بها، فنحن لا نؤمن بعقيدة الحبل بلا دنس التي يؤمن بها إخوتنا الكاثوليك. فالعذراء ولدت بالخطية الأصلية زي أي إنسان بشري، واحتاجت للخلاص زي ما قالت وتبتهج روحي بالله مخلصي، فالعذراء كانت محتاجة للخلاص. فنحن لا نقول أنها معصومة من الخطأ، ده الكتاب بيقول لأنه إلى ملائكته ينسب حماق. وأيضا نحن نصلي من أجل السيدة العذراء في مجمع القداس، بنقول تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم. فنحن نصلي من أجل العذراء، ونحن نعلم أن قداسة الله قداسة كاملة مطلقة، ولا يوجد أي إنسان بشري له هذه القداسة الكاملة المطلقة، لا يوجد أي إنسان بشري. وزي ما قديس بولس الرسول اقتبس من سفر المزامير، الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وكما ذكر في سفر أيوب حسب الترجمة السبعينية أنه لا يوجد إنسان بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحد على الأرض، ودي اللي أشيط الراقدين اقتبست من سفر أيوب. لكن لما بنقول العذراء
ان اد صليب، او احنا نقول بان اجية يعني الكلية القداسة، لا نقصد القداسة المطلقة، ولكن نحن نقول ان احنا لا نعرف اي خطية منسوبة للسيدة العذراء. نحن لا نعرف اي خطية منسوبة للسيدة العذراء. فمنذ طفولتها اتربت في بيت امها 3 سنين، ربتها في مخافة الله، وبعد كده قدمتها للهيكل، وقعدت في الهيكل من سن 3 سنين لسن 12 سنة. ويحكي لنا التقليد المقدس انها كانت تعطي طعامها للفقراء، وكانت الملائكة تحضر لها طعاما. والدها مات في سن 6 سنين، وامها ماتت في سن 8 سنوات. ولما وصلت 12 سنة قالوا انها لازم تخرج من الهيكل، وهنا اختاروا عصي لبعض الشيوخ، وعصا يوسف النجار افرخت كما افرخت في القديم عصا هارون، فعرفوا ان هو ده المختار من الله انه يرعى العذراء. وذهبت العذراء وعاشت مع يوسف النجار الى ان جاءها الملاك بالبشرى. الله اختار العذراء لان طهارتها عجيبة، ده يقول كده في المزمور، لان الملك اشتهى طهرك. طهارة العذراء طهارة عجيبة، علشان كده العذراء تلقب بالسماء الثانية، زي ما قلت لكم ان كانت هي والدة الاله، والاله السماء هي سكن الله، فلما حل في العذراء صارت العذراء هي السماء الثانية التي يشرق لنا منها شمس البر، أشرق جسديا من العذراء. أيضا هي الملكة أم الملك، إن كان المسيح هو الملك فالعذراء هي الملكة أم الملك، ويقول المزمور جلست الملكة عن يمين الملك. أيضا السيد المسيح جالس على الشاروبيم، زي ما رأى حزقيال في الرؤية بتاعته في الإصحاح الأولاني، إن المركبة شاروبيمية، والمسيح حل في العذراء وجلس في حجرها، فبقت العذراء أيضا هي المركبة الشاروبيمية. نيجي في لحن افرح يا مريم، نقول لأن الذي في حجرك الملائكة تسبحه، فزي ما هو جلس على الشاروبيم، هو جلس على الشاروبيم، جلس على حجر العذراء، فالعذراء بقت المركبة الشاروبيمية. أيضا نقول لها أنت هي باب السماء. باب السماء بمعنيين، ان منها دخل المسيح الى العالم، لان هي السماء، ومنها تجسد واشرق المسيح ودخل الى العالم، فهي باب السماء. وايضا لان العذراء بقبولها انها تصير والدة للاله، لما قالت هوذا انا امة الرب، فتحت لينا احنا باب السماء. وبالطريقة دي نقولها باب السماء، بمعنى ان الباب اللي دخل منه المسيح الى العالم، وايضا هي الباب اللي من خلال قبولها لبشارة الملاك غبريال وقبولها ان يتجسد المسيح منه، لان المسيح ما كانش يتجسد رغما عن انف العذراء او غصبا عنها، لابد كانت العذراء بكامل ارادتها تقبل. فلما قالت هوذا انا امة الرب، فهي كنائب عن البشرية كلها، قبلت الخلاص المعطى من الله للبشرية، وبالطريق دي فتحت لنا باب السماء، وبقت هي بنقول لها أنت هي باب السماء. نقول للعذراء أنت أيضا فخر جنسنا، فخر جنسنا، لأني من خلالها صار المسيح، صار أقنوم الإبن إنسانا بشري كامل، تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. فإن كنا نفتخر أن الله صار إنسانا، فده لأن العذراء قبلت أنها تكون أما لله، ومن كده نقول لها أنت هي فخر جنسنا. إن كان المسيح هو النور الحقيقي، فهي المنارة الذهبية الحاملة النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان، المسيح الآتي إلى العالم الذي يضيء لكل إنسان. يبقى
تضحية يوم الحد بالذات بتشوف خيمة الاجتماع كلها، وبترى في كل رمز من خيمة الاجتماع العذراء مريم. فمثلا القسط الذهبي اللي موجود جوه تابوت العهد، تقول القسط الذهبي ده يحمل المن العقلي. ومين المن العقلي؟ السيد المسيح في يوحنا 6 قال أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا خبز النازل من السماء. طيب الخبز ده تحط في قسط من الذهب، فلو المسيح هو المن العقلي تبقى العذراء مريم هي القسط الذهبي. وليه ذهبي؟ وليه المنارة ذهبية؟ لأن الذهب ده أجود أنواع المعادن، فالعذراء دي أجود إنسانة، أجود إنسانة، لم تطلع الأب من السماء فلم يجد من يشبهك. أيضا نقرأها أنت المجمرة الشورية، في كتير بقى لحن تشوري وطيشوري وفي تطاكيت ومن حد ولحن في الصوم الكبير انسو تطيشوري، كتير نتكلم على العذراء ان هي المجمرة. المجمرة الحاملة الجمر، الجمر ده يرمز الى المسيح نفسه، فاتحاد النار بالفحم يرمز الى اتحاد اللاهوت بالناسوت. وايضا البخور العنبر الرائحة الزكية هو يرمز الى المسيح. نقول المجمرة الذهبية العذراء وعنبرها هو مخلصنا. كل ده تأملات في سر التجسد الإلهي. في تطاكية الحد نقول لها ان انت فؤتي عن الشاروبيم والسيرافيم، فؤتي الشاروبيم والسيرافيم. ليه هي فقد الشاروبيم والسيرافيم؟ من جهتين، جهة انها والدة الإله. الشاروبيم فقط يحملون عرش الله، لكن العذراء احتوت الله في احشائها، ومن لحمها ودمها تكون جسد. وزي ما بنقول في تطاكية الخميس، كل عجينة البشرية اعطيتها بالكمال لله الخالق، كل عجينة البشرية اعطيتها بالكمال لله الخالق. ايضا العذراء ارتفعت فوق الكروبيم والسرافيم، لأن السرافيم يقول ليهم 6 أجنحة، بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم ويطيرون بإثنين. أما العذراء حملت المسيح وأرضعته من ثدييها وحملته في أحشائها، فعلا ارتفعت أكتر من الشاروبيم والسرافيم. وأيضا ارتفعت من جهة فضيلتها، الملائكة مخلوقات نورانية، إنما العذراء بجهتها وإنها صارت إناء لنعمة الله واقتبلت نعمة الله ممتلئة نعمة، فأيضا ارتفعت فوق الشاروبيم والسرافيم من جهة قداستها وحياتها، لأنها جاهدت. الملائكة مخلوقات نورانية، وزي ما قلنا أن قداسة العذراء سابقة على اختيار الله لها، يعني الله اختارها لأنها قديسة، الله اختارها لأنها مباركة، زي ما إليصابات قالت لها مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. وخلي بالك قالت مباركة في النساء قبل ما تقول مباركة ثمرة بطنك، علشان تقول لأن أنت عشت حياة القداسة، لهذا حل الله في أحشاكي وبطنك حملت هذه الثمر. كتير من أباء الكنيسة قارنوا ما بين تابوت العهد والعذراء مريم. تابوت العهد كان جواه 3 حاجات، عصا هارون وقسط الذهب، القسط الذهبي اللي فيه المن ولوحي الشريعة. والعذراء حملت الله الكلمة لوحي الشريعة، حملت خبز الحياة النازل إلى السماء ربنا يسوع المسيح، وحملت أيضا من غير زرع بشر. عشان كده عصا هارون اللي هي أثمرت من غير زرع ولا غرس تشبه العذراء التي حملت من غير زواج، من غير زواج، من غير زرع بشر. داود النبي قصاد تابوت العهد رقص وابتهج من الفرح،
ولما العذراء تابوت العهد زارت اليصابات، اليصابات قالت كلمة على يوحنا المعمدان، قالت وحين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. اليصابات شعرت أكن يوحنا المعمدان بيرقص، يعني ارتقد بابتهاج، يعني واحد بيرقص من الفرح في بطنها. عشان كده الآباء قالوا زي ما داود النبي رقص أمام تابوت العهد، هكذا رقص يوحنا المعمدان في بطن اليصابات أمام العذراء تابوت العهد الحقيقي. طبعا تاني لو احنا هنتكلم على سر التجسد هنحتاج أيام، ده كفاية كل يوم كل تضاكية بتتكلم على سر التجسد وعلاقته بالعذراء مريم. فالسبع تضاكيات دولت مليانين برموز كتيرة ونبوات كتيرة، حاجة يعني مشبعة جدا جدا للعايز يتأمل في سر التجسد. لكن نكتفي بالنقطتين التلاتة اللي احنا قلناهم بخصوص ازاي في صلوات الكنيسة بنتأمل في سر التجسد وأن العذراء هي والدة الإله من خلال بعض الرموز والألقاب اللي قلناها. ده جبنا لآخر نقطة، احنا قلنا ان في اللاهوت الطقسي العذراء يا اما بنطوبها ونمدحها يا اما بنتأمل في سر التجسد ان الله تجسد من العذراء مريم، اشرقت جسديا من العذراء بغير زرع بشر واتى وخلصنا، او بنطلب شفاعتها في الصلوات. نطلب شفاعة العذراء، فمثلا في الهتنيات بنقول بشفاعة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم. في الزكسولوجيات بنقول نسألك اذكرينا آياتها شفيعا مؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح. في التمجيد لحن أريب رزفافين بنقول اشفع فينا أمام المسيح الذي ولدتيه. وهكذا في صلوات كثيرة نطلب شفاعة العذراء. توجيه النداء للسيدة العذراء لا يتعارض أبدا مع الصلاة. احنا في طلب الشفاعة بنطلبه بطريقتين، يا إما نقول للعذراء اذكرينا صلي من أجلنا، يا إما نقول لله اقبل صلواتنا من أجل السيدة العذراء. ولو بنكلم أقنوم الابن بنقول اقبل صلواتنا من أجل والدتك. فيعني إما نقول للعذراء صلي من أجلنا، يا إما نقول لله عشان خاطر العذراء اقبل صلواتنا. احنا في حياتنا بنستغيث بالبشر، لما بكون محتاج مساعدة من حد وحد يقدر يساعدني بطلب منه المساعدة. فبالأحرى ان احنا نستغيث بالسيدة العذراء والدة الإله، خصوصا ان الكنيسة لقبت العذراء قالت لها انت هي الشفيعة المؤتمنة، الشفيعة المؤتمنة. وفي طلبات الكنيسة احنا نقول هيتني ابريزفية يعني بشفعات، وحنا نقول هيتني افكي يعني بصلوات. الكنيسة اختصت الشفاعة للعذراء مريم مع السمائيين ويوحنا المعمدان. الشفاعة اقوى من الصلاة، لان كلمة شفاعة فيها ثلاث عناصر مع بعض. يعني الصلاة عبارة عن صلاة، إنما كلمة شفاعة فيها ثلاث عناصر. ونقول لها كده، نقول للسيدة العذراء في الصلوات الأجبية كثيرة هي شفاعاتك قوية ومقبولة عند الله مخلصنا. طب إيه الثلاث عناصر اللي موجودين في الشفاعة؟ أول عنصر هي الصلاة، لكن العنصر الثاني هي دلة الإنسان الذي يقدم الصلاة. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا أنت لو ليك طلب عند المدير بتاعك في الشغل، فأنت لو طلبت من أي موظف معاك أن يقدم الطلب ده للمدير، دي صلاة مجرد بيقدم الطلب. لكن لو قدمت من إنسان له دلة، يعني محبوب، شخص محبوب لدى المدير ده، ف
دي أقوى من مجرد بتقدم الطلب عن طريق أي شخص. فده العنصر الثاني في الشفاعة. أما العنصر الثالث مكانتها وكرامتها. يعني أنت مش بتقدم الطلب بس مع شخص له دلة وله معزة عند المدير ده، لا، ده شخص أيضا له مكانته في المجتمع وله كرامته، له ثقة له. فيبقى دولة التلات عناصر، الطلب الصلاة أو الطلب في حد ذاته، إن العذراء لها دلة عند ابنها الحبيب ده ابنها، وأيضا عند الثالوث القدوس لأن الآب تطلع فلم يجد من يشبهها والروح القدس ظللها وحل عليها، وأيضا مكانتها وكرامتها. فأنت بتطلب من التي هي أرفع وأعلى وأسمى من الشروبيم والسرافيم. عشان كده أكأن العذراء دي هي سفيرة السماء. إن كان بولس الرسول قال على الرسل وعلى خدام المسيح نسعى كسفراء عن المسيح تصالحوا مع الله، فالعذراء هي أيضا سفيرة. سفيرة بمعنيين، هي سفيرة السماء لنا وسفيرة البشر أمام الله. سفيرة السماء لنا لأن من خلالها أشرق النور الحقيقي علينا، تجسد الله الكلمة، وهي سفيرتنا أمام الله لأنها تشفع فينا أمام الله. عشان كده نقول لها أنت هي الشفيعة المؤتمنة، أنت فخر جنسنا. في لحن فرح مريم نقول ليس لنا دالة عند ربنا يسوع المسيح سوى طلباتك وشفاعتك. ليس لنا دالة، لكن لما العذراء تقف وتكلم ربنا زي ما شرحت لكم في عرس قانا الجليل، كلمة واحدة ليس لهم خمر، عرفت ان هذه الكلمة لها دالة عند ابنها وسيد المسيح نفذ لها المعجزة. عشان كده مجرد ان العذراء تذكر اسماءنا بفمها الطاهر حتى ان دون ان تطلب اي طلبة، مجرد ان اسماءنا تتذكر بفمها الطاهر، ده له مكانة ودالة وكرامة وسفارة امام الله. ده اللي يخلينا نقول لها في السلام ولكن نسألك، نقول نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح. مجرد اذكرينا، اذكري أسماءنا أمام ابنك. هذا الذكر في حد ذاته له، زي ما أنت كده قلتي ليس لهم خمر، بس حتى ما قلتيش اعمل لهم خمر، لم تطلبي منه شيء، أنت مجرد ذكرتي الوضع اللي هم موجود فيه. مجرد أن تذكرين أمام ابنك ده له قوة أمام الله وأمام الثالوث القدوس. العذراء أيضا في شفاعتها نقول لها أن أنت أمنا بترعانا وتهتم بينا. إن في على الصليب لما سيد المسيح قال ليوحنا يا يوحنا هذه أمك، وقال للعذراء هذا هو ابنك، ففي يوحنا صرنا كلنا أبناء للعذراء، والعذراء صارت أم لينا. فنحن نقول للعذراء أنك أمنا بالحقيقة، الأم وكأم تهتم وترعى أولادها، فهي فعلا الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح. الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح. لما بنقف صد العذراء نقول لها بص يا عذراء، احنا عارفين ان انت العذراء ان قد صليب بلا دنس، وزي ما شرحناها من شوية عن ايه بلا دنس، فاحنا مليانين بالخطية، احنا عارفين خطايانا، زي ما نحمية أقرب خطاياه وخطايا شعبه
وزي ما دانيال أقر بخطاياه وخطايا شعبه، إنما إحنا عارفين خطايانا كويس، وإحنا عارفين أيضا أن ذبيحة الأشرار مكرها للرب، أما صلاة المستقيمين فمرضاته. من أجل هذا بنيجي للعذر ونقول لك ليس لنا دالة عند ربنا يسوع المسيح. ونكرر دي في قطعة تالتة من صلاة الساعة السادسة في الأجبية، نقول لأنه ليس لنا دالة ولا معذرة ولا حجة. يعني إيه ملناش دالة ولا معذرة؟ ملناش عذر، الله أعطانا كل الإمكانيات، فإحنا ملناش عذر أمام ربنا يسوع المسيح. من أجل هذا إحنا بنتشفع بيك يا أمنا العذراء، لأن إحنا ليس لنا عذر. نقول لها لأنه ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، عشان كده نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء. إحنا عارفين إن أنت شفاعتك قوية ومقبولة وكثيرة عند مخلصنا، كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة. ده إن كان البار زي ما قال القديس يعقوب صلاة البار تقتدر كثيرا في فعلها، كم وكم صلاة العذراء. أنت أم لينا، فبنقول لها أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك، اوعى ترفضيني أنا بسبب خطاياي، أنا مش قادر أقف، ليس لي وكأ أمام الله، لكن تعالي اشفعي من أجلي واذكري اسمي أمامه. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه، لأن احنا عارفين أنه هو رحوم وقادر على خلاصنا. عرفنا منين؟ لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فهنا بنطلب وبنمسك شفاعة العذراء، لأن عارفين مكانة العذراء قد إيه، وهي هي الشفيعة المؤتمنة. أيضا في طلب شفاعة العذراء زي في صلاة الغروب نقول لها هيئي لي أسباب التوبة. يعني كلنا بيجينا فترات بنمر بفتور، وبعد ما نكون ماشيين بحماس في حياتنا الروحية هذا الحماس يفطر، فأنا محتاج حاجة تانية تنشطني وتشجعني، فمحتاج القلب الحساس اللي يبكي على الخطية ويشعر ببشاعة الخطية، محتاج القلب المتواضع اللي شاعر باحتياجه إلى النعمة، لألا أكون زي كنيسة لاودكية اللي قال لها أنت بتقول أنك غني وقد استغنيت وليس لي أحد. فبنيجي للعذراء نقول لها هيئي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، لأني بك أتضرع وإلاك أستشفع وإياك أدعو. أنا ماسك فيك يا أمنا العذراء. نتشفع بالعذراء أيضا لأن احنا في حرب روحية، حرب روحية مع الشياطين. بولس الرسول يقول سهام إبليس الملتهبة نارا. بولس هذا العظيم في الرسل يقول كم مرة أردت أن آتي إليكم ولكن أعاقني الشيطان، فالشيطان قدر يعوق بولس الرسول، والشيطان ضرب بولس الرسول بشوكة في الجسد. يقول أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان، ملاك يعني رسول من الشيطان ليلطمني. ونقرأ في سفر دانيال إن الملاك غبريال ربنا بعته يوصل رسالة لدانيال النبي، ووقف قصاده الشيطان رئيس مملكة فارس 3 أسابيع عطله، والملاك غبريال احتاج لمساندة الملاك ميخائيل، وهما الاثنين قدروا ان هما يهزموا ملاك رئيس مدينة فارس مملكة فارس هو الشيطان. فان كان يعني الملاك غبريال احتاج للملاك ميخائيل، يبقى انا مش محتاج لشفاعة العذراء؟ مش محتاج ان العذراء تشفع فيا؟ يعني ايه ربنا قال للقديسين كنت امينا على القليل اقيمك على الكثير؟ يعني ربنا ادهم مسؤوليات، ادى للملائكة وللقديسين مسؤوليات ان هم يعينونا. الملائكة يقول ان هم اليسوا جميعهم ارواح خادمة مرسلة لخدمة العتيدين ان يخلصوا، والقديسين ربنا اقامهم ايضا لمساعدة البشر. ف لما بطلب شفاعة العذراء لان انا ادرك ان انا في حرب روحية، والعذراء دي ليها مهابة قوية جدا جدا. الشياطين
مجرد ظهور العذراء يرعب الشياطين، مجرد ظهور العذراء يطرد الأرواح الشريرة. عشان كده بنقول لها وعند مفارقة جسدي من نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرات الأعداء هزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. فالعذراء ليها شفاعة قوية جدا جدا. أنا رؤيتي ضعيفة، بولس الرسول يقول الآن أعرف بعض المعرفة، لكن العذراء والقديسين والملائكة أخذوا إمكانيات ورؤية متسعة عني، فأنا أطلب شفاعة العذراء وأنها تساندني في هذه الحرب الروحية. إيه الغلط في كده؟ لو الدولة عينت بوليس حراسة أو أمن حراسة لشخصية من الشخصيات، هل في غلط أن الشخصية دي تستعين بالأمن المكلف بحراستها؟ لا طبعا. ما هو الخطأ أن ربنا كلف الملائكة والقديسين لمساعدتنا ومعونتنا؟ إيه الخطأ أن احنا نطلب مساعدتهم ونطلب معونتهم من أجلنا؟ الشفاعة لا تعني أن احنا بنلغي دورنا، ولكن الشفاعة معناها أن أنا بطلب مساعدتهم، أنا بقوم بدوري وبطلب مساعدتهم، لأن أنا لو ما قمتش دوري مساعدتهم مش هتنفع، لكن أنا بقوم بدوري وهم بيساعدوني. ففي صلواتنا كتير بنطلب شفاعة العذراء، بنطلب شفاعة العذراء لأن هي لها دلة، لأن لها مكانة وكرامة، لأن الشياطين بترتعب منها، لأنها أم حقيقية لينا، لأنها شفيعة مؤتمنة لجنس البشر، لأنها فخر جنس البشر. فمن أجل هذا بنطلب شفاعة أمنا العذراء. ده عرض سريع على العذراء في اللاهوت الطقسي من جهة تطويب وتمجيد السيدة العذراء، من جهة التأمل في سر التجسد لأن العذراء هي والدة الإله، ومن جهة طلب شفاعة العذراء وصلواتها من أجلنا. في صومها بنطلب أنها تشفع عننا، تشفع وتصلي من أجل خلاصنا، من أجل مغفرة خطايانا، من أجل أن يرفع التجارب عن العالم، من أجل أن يعطينا سلامه الذي يفوق كل عقل، من أجل إبطال مشورات الأعداء الخفيين والظاهرين، من أجل إيماننا السليم، من أجل قوة الكنيسة وقوة الكرازة وانتشار الإيمان بالمسيح في العالم كله، من أجل كل هذه الطالبات والطالبات الأخرى التي في قلب كل واحد مننا نطلب شفاعة العذراء ونقول لها نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين. تعيش وتعلمنا سيدنا، عظة ممتعة جدا وعميقة جدا، وإحنا الصراحة ككنيسة محظوظين إن معنا الست العذراء موجودة في كنيستنا كل يوم زمن يفتح كل في السعتوكية وفي تسابيح وفي صلوات يومية. أعتقد خسارة اللي يهمل الشفاعة زمن يفتح كل، وبيخسر سند كبير جدا اللي بيهمل الشفاعة. باسم سيدنا الأنبود ماديوس بنشكر نيافتك وتعيش وتعلمنا سيدنا وتعيش وتباركنا. في حد بس بعت أسئلة، ممكن أقراها لنيافتك؟ ألو؟ مفيش ماشي. هو حد بيقول سيدنا نالت العذراء كرامة كبيرة بالرغم من صغر سنها، كيف تعاملت مع حروب الشياطين؟ وده سؤال الأولاني. العذراء من صغرها كانت موجودة في الهيكل، وكان في تنشئة روحية قوية، وكان لها علاقة قوية بربنا، وبسبب العلاقة دي اشتملت بالنعمة منذ صغرها. عشان كده الملاك غبريال قال لها الممتلئة نعمة. فمن بوجود نعمة ربنا استطاعت انها تتعامل مع حروب الشياطين،
لأن العذراء كانت آنية قابلة لعمل نعمة ربنا، لم تقاوم عمل نعمة ربنا في حياتها منذ صغرها في بيت أمها ولديها، وأيضا لما راحت ودخلت الهيكل في سن 3 سنين كانت باستمرار آنية مهيئة لعمل النعمة، وبسبب النعمة القوية الموجودة فيها قدرت العذراء أنها تتعامل وتنتصر على حروب الشياطين. سيدنا حليم في سؤال تاني بيقول: لما سمعني الشيخ قال لها سيجوز في نفسك سيف، العذراء هل ما خفتش أو ما ضعفتش يعني؟ نفس إجابة السؤال اللي فات، اللي مليان بالنعمة واللي شعر قوة ربنا موجود في حياته، إزاي تخاف؟ إزاي تخاف وهي عارفة إن ربنا معاها؟ إن كانت هي ما خفتش من الرجم لما هتبقى حامل ومن غير زواج وهي عذراء، ما خفتش من ده إن يعتبروها زانية ويرجموها، فكانت شعر بقوة ربنا وبعمل النعمة العجيب جواها، عشان كده لم تخاف ولم تهتز. تمام. سيدنا في سؤال ثالث بعد اذن يختك بيقول: اخت العذراء يا ترى دخلت الهيكل زي العذراء ولا ايه اللي حصل لها؟ يعني التقليد لم يذكر لنا ايه اللي حصل، لكن هي غالبا ما دخلتش الهيكل، عاشت حياتها وتزوجت وهي ام الاربع اولاد اللي هم ولاد خالة المسيح اللي هي احيانا بيلقبوا باخوة يسوع. ده تفسير قديس جيروم. تمام سيد. حلين يفتك برضو في سؤال كمان بيقول: احنا كلنا ورثنا الخطية عن آدم، ازاي الله لما كان في بطن العذراء لم يرث مثلنا؟ هذا السر يفوق العقول، عشان كده قال: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لو اللي بيسأل السؤال ده يقدر يشرح لي كيف الله صار إنسان، كنا نقدر نستوعب ده بعقلنا، نقدر نجاوب على السؤال ده. لكن عشان كده ربنا يعني تجسد من العذراء بسر عجيب ومن غير زرع بشر، وده اللي الملاك قاله له. قال له 3 حاجات: قال له الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، فبحلول الروح القدس عليها، ولأن قوة العلي ظللتها قال لها لذلك القدوس. القدوس يعني من غير خطية، من غير الخطية الأصلية، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يبقى إذن لو عايز أجاوب السؤال ده أقول إن الروح القدس حل عليها وقوة العلي ظللتها، بسبب هذا بطريقة إعجازية نعجز عن فهمها ونعجز عن إدراكها ولد المسيح من غير الخطية الأصلية، طهر أحشاء العذراء وطهر مستودعها، فولد المسيح من غير الخطية الأصلية. كان سيدنا تصون أغابي بتبلغ نيافتك: شكرا سيدنا على هذا الموضوع الرائع، كيف نستطيع أن نطبق أي شيء من فضائل السيدة العذراء رغم ضغوط الحياة؟ عن طريق امتلاءنا بالنعمة. تاني، نعمة ربنا مستعدة إن احنا إنها تعمل فينا كلنا، لكن احنا احيانا بنقاوم النعمة دي. النعمة ليها دايرة، دايرة عمل النعمة، عشان ابقى جوه دايرة عمل نعمة ربنا عندنا اللي بنسميه صلوات وسائط النعمة. وسائط النعمة كل الناس عارفينها، ان الصلاة، الكتاب المقدس، الاصوام، المطانيات، الكتب الروحية، الاسرار الكنسية، الاعتراف والتناول، حضور القداسات، التسبيح، كل دي لما الانسان بيمارس هذا الصلوات وهذا ويكون عنده قانون روحي بيبقى داخل دايرة نعمة ربنا. طالما انا داخل دايرة عمل النعمة بتاع ربنا هقدر ان انا اواجه حروب الشياطين، الخوف لن يتسلل الى قلبي، هقدر ان انا انتصر على ضغوط الحياة، كل ده من خلال ان انا موجود داخل دايرة نعمة ربنا. عشان كده وسائط النعمة لكل واحد مننا يكون له قانون روحي مهم جدا جدا، ده يخليني في دائر نعمة الله. سيدنا حليم حد بيسأل: كم عمر سيدتنا العذراء لما حاملت السيد المسيح؟ في حدود 14 سنة. 14 سنة. حد يا جماعة عنده أسئلة تانية لسيدنا؟
سيدنا بنشكر نيابتك جدا وتعيش وتمتعنا وتعيش وتباركنا، وربنا يحفظ حياة نيابتك سنين كثيرة وعزمنا سلامية. ونستاذ نيابتك نختم. تفضل. ليلو يا دكتور باتريك ايوك ايوب نيف ماتي كينيكا ايوك كريستو سيو نسلو نيو ننها من دنوشي بولنغو امسيو فنشوي سيسوس بيخريستوس Moin oirin teet fe mare beknain ente kirini o in soptem bekle o sotem mono o nainan o kichiet khare se moi sistemet o iben temelchi se dektimet khello ente agopino gno ente matu sal o bikati et sobente david iso feye ente solomon ibn maim barakitum fe et avi egen ni abostolos trece fe are ebon khempta o erapim binyod et tayo zunan cheres Baba bata wadros ne binyod in eviskovus avadum medios ne binyod in eviskovus ava yusef Nuk in tet fef ta groej no thronos nam nishin no pine man se yo eneri ni kon tef se vio no gajitiro so besit no charf gen kolem to be Kristo se re kon tef kan no vino ne vor no erin to be nesten no kri re son kri re son kri e flog so no minus mo erois ti metani agoni e vol gom bi esmu be Kristo z benuti amin es shon يا ملك السلام أعطنا سلامك قر لنا سلامك اغفر لنا خطيئنا لأن لك الملك والقوة والمجد والبركة للأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكك السماء يتبارك على الخزانة كفافنا أعطنا اليوم أخفر لنا سلامك أنا في محاد وسلمين علينا أدخلنا في تجربة لكن أيام الشرير نصيحة صار بنا لأنك نور تبطل المجد أمين والآن محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة روح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون معكم